في طائرات هي مصممة ان النافيجيتور بيوصل الرسائل لأجهزة الملاحة في الطيارة، ولكن حتى في هذه الحالة الاوتو بايلوت ممكن يتفصل لو الطيار نفسه لقى ان هو بيدي بيانات مش سليمة ويتولى القيادة بنفسه. في الهليكوبتر بيستغنى عن الجي بي اس ويطير، وخاصة حاجة ان هو المعالم الملاحة العادية توصله، يعني طرق الملاحة العادية تقدر توصله، بجانب بيبقى في حاجة اسمها جايرو في الطيارة اللي هو يشتغل بدون جي بي اس، بالبوصلة يشتغل. يعني الهجوم السبراني ما لا يسقط تلك طائرة، قد يعني يعطل رحلتها لكن لا يسقطها، ما يسقطش هكذا نوع طائرات. لكن من الممكن اسقاطها بدرونز، ممكن اسقاطها بصواريخ، يعني ممكن اسقاطها باشياء كثيره، مش شرط فكره الهجوم السبراني. بل بالعكس، الهجمات العاديه اسهل من السبراني في تلك الظروف. يعني ودينا احنا شايفين حتى المركبات لا تستطيع دخول منطقه وعره، فمن الممكن العملاء والمخربين يتواجدوا فيها في هذه المنطقه ويخلص مهمته ويخرج قبل ان يصل احد. احنا بنتكلم دلوقتي في اكتر من 5 ساعات ولم يصل احد. الدرونز ممكن تسقطها، لان في انواع من الدرونز تحمل صواريخ. يعني الهليكوبتر اسهل شيء ممكن يسقطه، لانها ما هياش مسلحه، ما هياش يعني ما هياش اباتشي يعني، او حتى من انواع المي اللي هي من الممكن تتحمل حتى ذخيره صغيره، يعني الاسلحه يعني لحد ما. فوارد سقوطها بنتيجة عطل فني، الأنواع قديمة، الصيانة ضعيفة، أو سوء الأحوال الجوية، أو سوء حظ. لكن إن كان هناك فاعل فالظرف نفسه يسمح بفعل. أما إسرائيل هتقول أنا ماليش دعوة، إسرائيل بتقول أنا يعني ليس لي علاقة بأي موضوع في الدنيا، حتى لو كان كل القرائن والأدلة بتدينها. يعني لو شفنا تحليل هل العلاقة بين الدولتين تدفع لده، تدفع لده. طيب، الهدف هدف عالي القيمة، عالي القيمة الهدف عالي يرضي، القيمة. نعم، عالي القيمة جدا بالنسبة للإسرائيلي أكيد، يعني أكيد وبالنسبة للشعب أكيد. الإيراني. يعني أنا مبدئيا أنا شايف بعد 5 ساعات لا أمل لحياة. يعني احنا بنعزي الشعب الإيراني، يعني ما أعتقدش إن هناك، وما حصلش في حوادث الطيران إن طلع بيان بفقد طائرة وحد وجد تلك الطائرة. طيب، يعني إنها دي ما بتطلعش غير لما يكون خلاص القرآن كلها بتقول انها يعني تحطمت، يعني dismantled in the air، يعني هي فكت، يعني dismantled in the air or dismantled in the ground. يعني اما يعني حصل فيها تفجير يعني خارجي او داخلي فتدمرت في الهواء، او فقدت الارتفاع، وده بيحصل في سوء الاحوال الجويه. ف dismantled يعني فككت in the ground، يعني on the ground يعني على الارض. في الحالتين مفيش. لو في حد معاه سيلر فون موبايل، صرف النظر ان مفيش شبكه، ممكن اجهزه البحث تجيب الجي اس ام او الجي اي اس ام، تجيب حتى لو الموبايل مش داخل شبكه، لان البث بتاع الموبايل يبان. الطياره بيكون فيها اجهزه بث، كرسي الطيار بيكون فيه اجهزه بث للاس او اس. فكون ان هو ملقوش ده، اكيد حصل انفجار اثر على كل ده يعني، أو هم عرفوا المكان. لكن الساعات دي لتحضير أمور سياسية ليس لها علاقة بشكل مباشر نعم. بفكرة الوصول للحطام.